الحقيقة أن شباب القدس ليسوا بحاجة إلى كلمة مني. هم يعرفون طريقهم ويضحون من أجل المسجد الأقصى، يضحون بدمائهم وأموالهم، يضحون بأنفسهم ويضربون المثل الأعلى في ثبات قلة مؤمنة في وجه الظلم والطاغوت والعدوان وتكالب الناس عليهم. فهم في حقيقتهم لا ينتظرون من أحد كلمة، وإنما نحن الذين نحتاج أن نلتحق بركبهم ولو بكلمة يسيرة. فنقول بارك الله في جهودهم وسدد الله رميهم وثبتهم على الحق ونصرهم على عدوهم، ونقول للمخذلين كفوا ألسنتكم عنهم، وإنما الدائرة ستكون على أعداء الله عز وجل، طالت الأيام أو قصرت، فإن الله تبارك وتعالى ناصر دينه وناصر من ينصره، وكلمة الله هي العليا. فندعو لهم بالثبات والصبر والنصر والتمكين، وأن يكون رميهم هذا سببا لدحض عدوان المعتدين ورد كيدهم في نحورهم وجعل الدائرة عليهم وتطهير الأقصى ومقدسات المسلمين من دنسهم. والله تعالى الموفق والمسدد.